بدأت اللجنة الأولمبية برئاسة السيد عبد الرحمن حماد بطل الأولمبي وزير الشباب والرياضة أنه تكون دعوة مفتوحة لكل أبطال الأولمبيين من أجل الحضور إلى الألعاب وأنهم يكونوا مصدر إلهام للأبطال تاعنا. تعرفوا معنى أنه بطل الأولمبي، نتكلموا على نور الدين مرسلي، يمد كلمة تحفيزية للبطل جمال سجاتي أو مولى سليمان. نعرفوا باللي هذه الجزئية مهمة جدا على في هذا المستوى، لذلك تم التواصل مع كل أبطال الأولمبيين. عندنا 9 أبطال إلا اللي تعذر الحضور تاعهم على غرار الملاكم موسى اللي نتمنى له الشفاء العاجل، إنما كل أبطال إن شاء الله سوف يكون حاضرون، سواء أبطال ألعاب القوى، سواء عمار بن يخلف سوريا حداد، كذلك كل أبطال اللي تكلمنا عليهم سواء مخلوفي سواء نور الدين مرسلي بني دمراح أبطال الملاكمة علالو إلى آخره. لهذا أنا حقيقة أحيي هؤلاء الأبطال على ردهم الإيجابي.